السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. لدينا سؤال عن حكم الهبة. عن حكم الهبة؟ نعم، الهبة، هبة الأب لأحد أبنائه. أيوة. في مسألة أن الأب وهب اثنين من أولاده مزرعة بالتساوي دون أبناء الآخرين في حياته. الهبة إذا لم يكن لها سبب بحكم أن هذين الاثنين كانا يعملان مع أبيهم منذ صغرهم في السلاح وكان يحملون هذه المزرعة. شوف يا أخي الكريم، إذا لم يكن هناك سبب للتفاضل في الهبات فلا تجوز. قول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. أما إذا كانت هناك أسباب دعت إلى التفضيل في الهبة، كما يقولون هبة مسببة، كأن يكون الأولاد يعملون مع أبيهم والآخرون تركوا العمل مع أبيهم، فلا بأس حينئذ، لا بأس حينئذ إذا وهبهم هبة لكونه يعملون معه ويساعدونه دون الآخرين.